غدا صرف مساعدات تكافل. تعديل مواعيد الامتحانات التجريبية للصف الأول الثانوي. طوارئ بشركات الكهرباء رغم عطلة شم النسيم. من الغد حجز موعد بمراكز خدمات المستثمرين إلكترونيا. جامعة الإسكندرية تتقدم في 18 تخصصا على المستوى العربي. تنفيذا لحزمة من الخدمات المقدمة للعديد من فئات المجتمع المستفيدة من مختلف برامج الدعم، تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي غدا في صرف مساعدات برنامج تكافل للمستفيدين الذين يبلغ عددهم نحو 2 مليون أسرة بإجمالية حوالي 903 ملايين جنيه من خلال 4000 مكتب بريد على مستوى الجمهورية، وذلك وفق الخطة التي اعتمدتها وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج لصرف مساعدات برنامج تكافل وكرامة لشهر إبريل لمراعاة الإجراءات الاحترازية لمنع الزحام والتكدسات. وفي إطار تدريب الطلاب على استخدام منصة الامتحان، تجرى من وزارة التربية والتعليم غدا وبعد غد الامتحانات التجريبية لصف الأول الثانوي من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 1 ظهرا بكل المحافظات. قرار الوزارة جاء من إلغاء أو مع إلغاء امتحانات الصف الأول الثانوي في المدارس وإجراء الامتحان التجريبي إلكترونيا عبر الإنترنت من خلال التابلت الذي تسلمه الطلاب. برغم وجود عطلات رسمية بمناسبة شم النسيم، كلفت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فرق طوارئ بجميع شركات توزيع الكهرباء التسعة على مستوى الجمهورية بالتدخل السريع في حالة حدوث أي أعطال فنية طارئة. المتحدث باسم الوزارة أشار إلى أن شركات توزيع الكهرباء ترفع حالة الطوارئ القصوى خلال أيام الأعياد والعطلات الرسمية لمواجهة أي أعطال فنية طارئة، مؤكدا أن وزارة الكهرباء تحرص دائما على ضمان استقرار وصول التيار للمواطنين بأعلى جودة وأفضل خدمة. تأثيرا على المستثمرين، أعلن المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار أنه بدءا من غد الثلاثاء سيتاح للمستثمر أو من ينوب عنه حجز موعد الحصول على الخدمات المقدمة بمراكز خدمات المستثمرين عبر الموقع الإلكتروني للهيئة. المستشار عبد الوهاب أشار إلى أنه سيكون على المستثمر الحضور لمقر الهيئة بعد تجهيز المستندات المطلوبة، وذلك قبل موعد الحصول على الخدمة ب15 دقيقة حتى يتسنى اتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية. لا تتوانى الجامعات المصرية عن التقدم ضمن التصنيفات الدولية المختلفة، فجامعة الإسكندرية حققت تقدما في 18 برنامج وتخصص على مستوى الجامعات العربية من أصل 24 تخصصا ضمن تصنيف يو اس نيوز الأمريكية، والذي تعتمد مؤشرات هذا التصنيف على 10 معايير أهمها النشر الدولي في المجالات المفهرسة عالميا ومستوى الاستشهادات بالمقارنة مع دول العالم في التخصص. تابعونا عبر منصاتنا الإلكترونية.